الدفاع يتقدم، الكرة من ديمبلي أو غوندوغان، عرضية وصلت إلى بدري، بدري الله، تمريرة تصويبة يا رب، هدف أول في الكلاسيكو، عثمان ديمبلي ما زال في البرسا، لم يرحل بعد، لم ينتقل بعد، لم يتفاوض بعد، ما زال في البرسا وفي البلوغرانا، لكن الهدف من التمريرة، من التمريرة، يا بدري يا بدري يا بدري، الكلاسيكو يبدأ، الأولى في العارضة، انظر كيف تشاهد، كيف يمرر، كيف يقرأ، غوندوغان يفاجئهم أولا، بدري يقتلهم ثانيا، عثمان ديمبلي يقرر الاستمرار، هكذا وكأنه يوقع من جديد في الكلاسيكو يبدأ القمة. من يتحول الآن؟ الكرة تصل إلى تشواميني، إلى توني كروس، لا يخرج الكرة، الضغط ينجح، البرسا يا رب، مستحيلة يا برسا، في كلاسيكو العالم يضربون بالحديد بقدم يسرى، لا يهم من يخرج، البرسا يقف على قدميه، انظر إلى الضغط، انظر إلى الكتلان، انظر إلى البلوغرانا، انظر إلى القدم اليسرى، لا تصاد ولا تراد، مستحيلة يا كورتوا، لمن عبث، لمن عبث، لماذا تمد يديك، لن تمسك شيء، لن تمسك شيء، فيرمين لوبيز يقدم نفسه في كلاسيكو العالم ويقول أنا هنا، يوقع هدفا يدخله إلى القلوب، يجعله وسط هذه المدرجات، شكرا للفريقين، ولكن ما زال البرسا، ما زال البرسا، ما زال البرسا، ما زال البرسا، شكرا للبرسا على متعة كاملة، شكرا لتشافي على كتيبة تقدم لوحة مذهلة في كلاسيكو العالم، ثلاثية يعودون ويعزفون ويطربون ويمتعون، فيران توريس بالبدلاء، تشافي يقلب الطاولة، يفعلها في الولايات المتحدة، كل شيء كبير هنا في تكساس، كذلك البرسا، كذلك البرسا، كبير يا فيران توريس، كبير يا تشافي، كبير في هذا الكلاسيكو، أصابوهم في مقتال، عاقبوهم، قتلوهم، ثلاثية في مباراة ودية، في مباراة استعدادية، يا لها من نتيجة ثقيلة.